السلام عليكم البنات، كنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اسهل واروع وابسط ترفيسه. عندنا الدجاجه وعندنا الكبده والقنصه والعنق ديالها. بالنسبه للتوابل عندنا خرقوم، ملحه، سكين شبير، تحميره، قزبور، ريوس ثومه وثومه محكوكه. عندنا كذلك كيلو بصله كنقطعو على هذا الشكل، هذا كاس زيت بلديه، كناخدو كوكوت كنحطو فيها الدجاجة وكنحطو الكبدة والقنصة والعنق، كنفرقوهم في الكوكوت. كناخدو الزيت كنصبوها من الفوق، ثم كنوزعو البصل من فوق الدجاجة. بالنسبة للتوابل كنحط الثومة، ثم القزبر كنوزعو. بالنسبة للتوابل ما كنضيفهمش من الفوق مباشرة، كنخلطهم في الأول في لتر ماء. ثم كنصبهم من فوق الدجاجة. على هذا الشكل هذا. كنسدو على الكوكوت وكنطيبوها تقريبا 45 دقيقة على نار متوسطة. هنا كناخدو 300 غرام ديال العدس كنقيوه وكنغسلوه. هنا بالنسبة للتوابل خديت حلبة، شوية ديال حب الرشاد، سكين شبير، خرقوم، ثومة وشوية ملحة. كنضيف كأس الزيت ثم لتر ماء، كنخلط الكل وكنشعل عليه على نار متوسطة كذلك وتنخليه يطيب 30 دقيقة. بالنسبة للعجين عندنا دقيق يعني مختلط، عندنا الفورس، الفينو، شوية ديال القمح وشوية الملح. كنعجنوها وكنخليو العجينة ترتاح قد ما ارتاحت قد ما مزيانة على الأقل ساعة. قبل ما نبدأ غادي ندير تسلق شوية الشريحة وشوية ديال المشماش. العجين ديالنا غادي ناخدو غادي نشكلو على شكل كويرات صغيرة. الكويرات نخليهم يرتاحوا تقريبا ثلث حتى ربع حتى ثلث ساعة. من بعد ذلك غادي نخدمو الكويرات ونرققوهم قد ما رققناها قد ما يكون مزيان. كنخدموهم بشوية ديال الزيت في اليد، زيت نباتية. من بعد ما ورقنا المسيمنة ديالنا كنحطوها فوق المقلة وكنطيبوها يعني طياب خفيف على الجهتين. من بعد ما تنشف على كل جهة كنحطو فوق منها الورقة التالية، وكل ورقة حطيناها كنخليوها حتى كتنشف شوية
وكنقلبوها لجهه المقله باش تطيب. وهكذا دواليك بالنسبه للخبيزات كاملين، حتى كنكون واحد العدد ديال الطبقات فوق المقله. من طبيعة الحال هاد العملية هذه كتحتاج جوج الناس، واحدة كتخبز وواحدة كتطيب. من بعد ما دازت 45 دقيقه طلينا على الدجاجه ديالنا لقيناها طابت، دونك غادي نحيدوها ونحطوها في مقلاه وندخلوها للفران تحمر. وبالنسبه للخبز انتم كتشوفوا على شكل الطبقات، يعني تكون واحد العدد ديال الطبقات، دونك غنحبسوا هنايا وغادي نحلوهم في شي تبصيل ونعاودوا نفس العمليه بالنسبه لباقي العجين. بالنسبة للتقطع كنقطعو بهذا الشكل هذا بالمقص باش يجي المنظر ديالو مزيان. بالنسبة للعدس خليته حتى نشف، وهانتوما كتشوفوا يعني ما جاش هاري، باقي شاد فراسو. بالنسبه للمرق بطبيعة الحال هنا ما كافيش، باقي غنزيد الماء، نعمر الكوكوت بالماء باش يكفينا فاش نسقيو الخبز باش يتشرب مزيان. هنا وجدنا داكشي اللي غادي نزينو به الطبق ديالنا، سلقنا من قبل الشريحه والمشماش وبيض السمن. كناخذ كل بيضه كنغمسوها
الحبه السوداء وبيضه اخرى كنغمسوها في حب الرشيد. وسلقنا اللوز وقليناه، وجدنا واحد جوج مرصيات ديال الحمام مصير نزينو به حتى هو. وصلنا هنا لأهم مرحلة، هو كيفاش نقدمو الطبق، كيفاش نسقيه. بالنسبة لي أنا كان نفرش الطبق الأول وكنسقيه بمغرف منتقب، كنسقي الطبق طبق بطبق، يعني كنقسم الخبز على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى كنسقيها كيف ما قلت بمغرف منتقب، وكنهز غير البصلة تقريبا يعني والحشوة اللي كاينة، وندير الطبق الثاني ونسقيه كذلك بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع ديك البصله اللي كاينه. حتى الطبق الاخير كيبقى ليا غير المرق يعني خالي من البصل، هو باش كنسقي. هنا كناخذ مغرف عادي كنسقي به، وكنحاول نسقي مزيان لان باش الخبز يتشرب مزيان الماء. في هذه المرحلة هذه كناخد داك العدس اللي طيبنا كنوزعه على شكل دائري على الدجاجة، وهنا لكم الاختيار، يعني يمكن لكم طيبوا العدس بوحدو، يمكن لكم طيبوه مع مرق الدجاج. انا بالنسبة لي هنا استيتو بوحدو، يعني طيبته بوحدو. واخيرا كنجيبوا الزينة اللي وجدنا وكنزينوا بها الطبق ديالنا، وكيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، ويستاهل التجربه ويستاهل يكون فيه مجمع عائلي بحال هذا، وكنتمنى السعاده للجميع.
وما تنساوش تدخلوا للقناة وتعملوا اشتراك ولايك وتخليوا لي شي تعليق، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم دائما الجديد. وشكرا على المتابعة، وكنتمنى تبقوا متتبعين دائما للقناة ديالي، ومرحبا بكم.